يسعد مساكم جميعا، يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. بحب أرحب فيكم من أورو للتطوير العقاري. حبيت أعطيكم أبديت عن المشروع. طبعا ما شاء الله تبارك الله، نسبة كبيرة من الوحدات في المشروع تم بيعها، ولكن متبقي بعض الوحدات. فخلينا نروح عند المجسم أعطيكم باختصار عن المشروع وعن الوحدات المتاحة إلى الآن. طيب، قبل ما أتكلم عن المشروع نفسه رح أتكلم عن موقعه. طبعا سبق تكلمت أكثر من مرة عن هذا المشروع، ولكن فعليا من المشاريع اللي أنا مؤمن فيها واللي شايفها من المشاريع الجيدة للاستثمار. موقع المشروع في منطقة أرجان، طبعا قريب جدا من الميريكل جاردن أو حديقة الزهور وحديقة الفراشات. طبعا المنطقة معروفة بعدد كبير من المدارس، عدد كبير من العيادات، فبالتالي للاستثمار أعتقد أنها ممتازة. زي ما أنتم شايفين هذا تحديدا موقع المشروع، جاي على شارع فرعي. طبعا المنطقة ككل جاي ما بين شارع حصة، شارع محمد بن زايد، وشارع أم سقيم، وهم يعتبروا من الشوارع الرئيسية في إمارة دبي. ولو تكلمت عن المشروع نفسه، فالمشروع ما شاء الله تبارك الله زي ما أنتم شايفين سولد أوت، مباع بالكامل. مبنى رقم 6، المبنى رقم 5، المبنى رقم 4، والمبنى رقم 3. طبعا ما بيمنع أن يكون في بعض الوحدات اللي الكنسليشن عند الإدارة. طبعا هاي وحدات بتكون لأشخاص كانوا مهتمين ودفع حجز وبعدين غير رأيه وحب أنه ما ياخد في هذا المشروع، فبالتالي في بعض الوحدات بتكون كنسليشن في هذه المباني. ومتاح عندي وحدتين في المبنى رقم 4 والمبنى رقم 5، صراحة وحدات مميزة جدا وهي قريبة جدا من المرافق اللي راح أتكلم طبعا بشكل تفصيلي عنها الآن. لو حتكلم عن المرافق المتاحة بهذا المشروع، فما شاء الله المرافق كثيرة. زي ما انتم شايفين في عنا ملعب للتنس، ملعبين لتنس الريشة، عنا هون مكان لليوغا، تحت حيكون في مثل كوفي شوب، وتحت حيكون في مثل جيم، وجنب الجيم راح يكون في ملعب للسكواتش. بهذه الجهة في عنا الجازيبو، الجازيبو هي مناطق للاسترخاء. بالإضافة هون في عنا الليزي ريفرت، بالإضافة إلى مسبح للكبار، مسبح للصغار، مع مدينة ألعاب صغيرة مائية للأطفال، بالإضافة إلى مدينة ألعاب صغيرة في هذا الاتجاه، بالإضافة إلى الووكينج تراك، هذا الممشى حيكون ما بين المباني، بالإضافة أنه رح يكون في أوتدور سينما. وهذه المنطقة تحديداً رح تكون منطقة للحيوانات الأليفة. أما بالنسبة للمباني اللي ما زال فيها وحدات، هو المبنى رقم 2، المبنى رقم 1، وبعض الوحدات اللي قلت لكم عنها الموجودة معاي الفب في المبنى رقم 5 والمبنى رقم 4. طبعا هدول وحدات بالكنسليشن، عبارة عن غرفة وصالة. بالعموم مجموع المباني هم 6 مباني، 5 طوابق سكنية، بالإضافة إلى مواقف تحت الأرض زي ما انتم شايفين، استوديوهات، غرفة وصالة، وغرفتين وصالة. تكلمت عن الوحدات اللي قلت لكم موجودة في المبنى رقم 4 والمبنى رقم 5. طبعا زي ما ذكرت سابقا انه المبنيين مباعين بالكامل، ولكن في بعض الوحدات بترجع للإدارة، وهي وحدات عادة بتكون وحدات مميزة. ففي رقم 4 وبرقم 5 في عندي غرفة وصالة. غرفة وصالة مساحة 510 قدم بسعر 563 ألف درهم. فالمهتم يتواصل معي وإن شاء الله بخدمه في عيوني. هيك بتكون انتهت تغطيتي لتحديثات مشروع تورينو من أورو 24. المهتم بهذا المشروع لطيف يتواصل معي وإن شاء الله بخدمه في عيوني. ونراكم بتغطيات قادمة. سلام.